نعم. فضيلة الشيخ، سمعت من بعض الدعاة يقول إن الإنسان إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى يعني في بلاده، قد ينزل الله سبحانه وتعالى الهداية في اليمن، وقد ينزل الله الهداية في المدينة، يعني بسبب دعوك يعني في عنيزة، ودعوك في يعني أهل بلدك، قد تنزل يعني عليهم في الصين، قد تنزل عليهم في بلاد أخرى. وكذلك قولهم يا شيخ يقول إن يعني هذه الكتب هي ألفاظ الدين وليست الدين، يعني الدين هو الحركة. وكذلك فضيلة الشيخ قولهم يقول إن الغربة الآن هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يقولون إن الغريب الآن يعني المسلم يصلي ويصوم ويحج وليس في ذلك غرابة، وإنما الغريب الآن هو الدعوة، هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فما صحة هذه الأقوال؟ القول الأول ما فهمت. يقول معنى أنك إذا دعوت تكون الدعوة في الصين. يقول إن الهداية تنزل الله سبحانه وتعالى، ينزل الهداية، ربما ينزل الله يعني إن لم يهتدي هؤلاء الذين دعوتهم، قد تنزل الهداية في الصين، قد تنزل الهداية في اليمن، قد تنزل الهداية في على أهل مكة، يعني على بعض الأشخاص الضالين. نعم. وهذا كثير ومشهور عند بعض الشباب. نعم. هذا الجواب على هذه الفقرة من السؤال المتضمن ثلاث فقرات أنه لا صحة لذلك، لأنك إذا دعوت الله دعاء محددا فقلت اللهم اهد هؤلاء، اللهم اهد أهل هذه البلدة، فإما أن يستجيب الله دعاءك ويهتدي هؤلاء، وإما أن يصرف عنك وعن أهل البلد من السوء ما هو عظيم، وإما أن يدخر لك أجرها يوم القيامة. أقصد يا شيخ نبي. أما أن يهتدي قوم في محل آخر لم تدع الله لهم فإن دعاءك ليس سبب لهدايته. نعم. أنا أقصد يا فضيلة الشيخ، أقصد الدعوة، يعني أن تزورهم في بيتهم وتدعوهم إلى الله، ليس الدعاء. كيف الدعوة؟ موعد. موعد. طيب دعوتهم إلى الحق. طيب كيف إذا دعوت مثل أهل بلد معين؟ يستدل يا شيخ فضيلة الشيخ لو أصبر. كيف يهتدي قوم ما دعوتهم؟ يستدل على أهل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهل مكة. نعم. ثم اهتدى أهل المدينة. ثم هدى الله سبحانه وتعالى أهل الأنصار أهل المدينة. لا، هذا ليس بصحيح، لأن هداية الأنصار لها سبب غير دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة. السبب أن عندهم أناس من اليهود، واليهود عندهم كتاب، وعندهم علم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث، وسيكون مهاجر في المدينة، يبعث في مكة ويهاجر المدينة، يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم كما في القرآن. والأنصار الأوس والخزرج لهم اختلاط باليهود في المدينة، فكانوا يسمعون هذا، فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام هاجروا إليه، سافروا إليه وبايعوه بيعتي العقبة، والأمر في هذا مشهور. فهداية الأنصار هذا سببه، أنهم كانوا يعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سيبعث وأن وقته قد حان، فذهبوا إليه وبايعوه. أما المسألة الثانية وهي قلنا الآن الكتب هذه ألفاظ الدين، والدين هو الحركة، الدعوة إلى الله يعني الحركة. يعني إن الآن الناس ربما يأتي الجامع، أو ربما الإنسان يأتي يذكر الناس في مجالسهم، قد لا يستفيدون لأن هذه ألفاظ الدين، ولكن إذا أخذت الإنسان وسافرت وتحركت فيه ربما يكون هذه الحركة وهذه المطلوبة، ليس الكلام. هذا أيضا جهل منه. فكتاب الله عز وجل القرآن أشرف الكتب، سماه الله تعالى كتابا، ولا شك أنه دين، تلاوته دين، وتأمل معناه دين، والعمل به دين. فالكتب هذه وسيلة لتعلم الناس الدين، وقراءتك للقرآن دين، وقراءتك للكتب التي فيها فائدة دين، وقراءتك للوسائل التي تدلك على معاني كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلها دين. أما الحركة فنعم هي من الدين، العمل الصالح لا شك أنه من الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. مع أن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، فهذا هو الإسلام. لكن إطلاقا من الكتب ليست من الدين، هذا خطأ، خطأ وقصور. فهي دين لأنها تدل على الدين. نعم.
ثالث الأخير يقول فضيلة الشيخ يقول إن الغريب الآن هم أهل الدعوة أو الدعاة، لأن المصلي والحاج ليس غريبا، والذي يصوم ليس فيه غربة الآن على الناس، ولكن الداعي يعني الأنظار تتوجه إليه، فيه غرابة الآن. يعني هذا الآن والحمد لله ما في غرابة بالنسبة لبلادنا، الداعي يدعو والمصلي يصلي والمتصدق يتصدق والعابد يعبد الله وليس فيه غرابة، لكن يمكن يوجد شيء من بلاد المسلمين يستغرب من يصلي، ويستغرب من يصلي مع الجماعة، ويستغرب من يتصدق الآن. فالغرابة معناه الشيء الغريب، كالرجل الذي ليس من أهل الوطن يعتبر غريب. والغربة عندنا في بلادنا والحمد لله ليست غريبة، لا في الدعوة ولا في الصلاة. وأما مسألة الناس ينظرون إليه، فالناس أيضا ينظرون إلى المتصدق كثيرا، ليتصدق كثيرا ينظرون إليه، واللي يتصدق والذي يصلي كثيرا ينظرون إليه ويحترمونه وهكذا.